مرحبا برج الثور، اهلا فيكم. بشكل عام الشخص القادم في طريقك برج الثور هو شخص يمكن انت لما تشوفه او تتعرف عليه او تسمع عن مواصفاته تستغرب ان شلون هذا الشخص ليس متعدد العلاقات، ما عنده كثير من العلاقات في السابق، ليس انسان لعاب، ليس انسان جدا متفتح، ولكن راح تستغرب ان شلون شخص بهذه المواصفات راح يكون متوفر. ولأن هذا يرجع إلى شخصية البسيطة، هو إنسان ما يهتم كثيرا في العلاقات، فتعارفكم راح يكون صدفة، فراح تشوف السبب. برج الثور، خلينا نشوف الحين حروف اسمه. يغلب عليه حرف السين أو الصاد أو حتى الميم. سين صاد ميم. ما هو برجه؟ عندنا طاقة برج الدلو في القراءة، عندنا طاقة برج الجوزاء، الطاقة المائية، طاقة الأبراج المائية أيضا حاضرة بقوة هنا. ممكن يكون عقرب أو حوت. أستبعد سرطان لأني ما أستشعر طاقته. ممكن يكون عقرب أو حوت. إنزين، وقت اللقاء ننتقل إلى أهم سؤال يمكن دائما الآخرين يكونون مهتمين فيه، متى راح يكون وقت اللقاء؟ هذا الكرت يقول لي إن اليوم والشهر راح يكونون فرديين، أوكي؟ على الأغلب خانة واحدة، يعني ما بيكون 27 أو 17 هو يوم اللقاء، لا، راح يكون مثلا 7 أو راح يكون 5، العدد فردي وعدد من خانة واحدة، وأيضا الشهر نفس الشيء، شهر فردي ومن خانة واحدة. أنا كتبت هني أكثر التواريخ اللي أتت لي أثناء ما أفتح الكرتات، وهو تاريخ يوم 7 من شهر 5 اللي هو راح يكون شهر مايو. اتوقع هذا شهر ميلادك برج الثور، اتوقع. انزين، وايضا عندنا 7/3 اليوم السابع من شهر 3 وهو شهر مارس. فعطيتكم امثله هني لان عندي الطاقه تقول ان الرقم راح يكون فردي، واليوم والشهر اثنينهم راح تكون اعداد فرديه، وعلى الاغلب فيهم رقم 7. انزين، انا شخصيا لما أشوف الرقم الفردي يتكرر كثيرا أو رقم فردي وأيضا يتبعه رقم فردي أتشائم، ولكن ما له داعي التشاؤم لأن هذا فيه وقت اللقاء، هذا فيه أول فتحة رزق لك باب يا برج الثور. خلينا نشوف الحين ما هو مكان اللقاء. مكان اللقاء رح يكون احتمال كبير إنه يكون قاعد أشوف مكان رسمي مثل انه مستشفى، مثل جامعة او مدرسة. زين، احتمال كبير ان هذا الشخص هو يدرس تخصص طبي ويكون تحت التدريب اثناء لقائكم، لان قاعد اشوف هو يخرج من مكان او يخرج من ذلك المبنى وانتو داخلين الى المبنى، او هو يخرج مثلا من غرفة الدكتور او غرفة التدريب وانتو تدخلون الى هذه الغرفة. اثناء ما انتو تدخلون وهو يخرج، هو في حالة خروج من ذلك المبنى او من الغرفة، اوكي؟ فهني بصير اللقاء في المنتصف وبيكون لقاء سريع، لانه هو راح يلاحظك ولكن راح يكون مشغول او مشتت، لانه في اشخاص لازم يعتني فيهم او في مسؤوليات لازم يقوم فيها. يمكن انت رايح للمستشفى تراجع برج الثور، اوكي؟ لأنا قاعد أشوف أيضا هني طاقة المواعيد، في شيء يخص المواعيد، يمكن رايح تراجع مواعيدك في المستشفى، يمكن مواعيد علاج طبيعي، أيضا الطاقة موجودة وتنطبق، مواعيد امتحانات ممكن، هو شخص مثلا ما بيكون بروفيسور أو دكتور بس بيكون مثلا شخص تحت التدريب موجود عشان يراقب الامتحانات. فهو يخرج من الغرفة، انت تدخلون الغرفة، هذا اول لقاء، اول لمحة، وراح يتكرر من بعدها، يعني خلال نصف ساعة او 40 دقيقة راح يتكرر اللقاء فيه احتمال كبير داخل المبنى، اوكي؟ فما راح يكون فقط التقاء واحد وسريع وخلاص بعدها ينتهي، لا، راح يصير في احتكاك اكثر وملاحظة اكثر بينكم، متبادل للنظرات والمشاعر. انزين، خلينا نشوف الحين مواصفات شكله. اوكي، هذا الشخص معلق شيء، عنده شيء معلق على رقبته او في اذنه،
يعني أنا أحاول أني أفسر الطاقة بأني أعطيكم احتمالات، ولكن إذا أنتوا عندكم احتمالات أخرى ضيفوها، لأن الشيء المعلق على رقبة احتمال يكون كرافتة، أوكي نكتاي كرافتة ما أدري شو تسمونها، أو احتمال يكون سماعة الطبيب. الشيء المعلق في إذنه احتمال يكون السماعات اللاسلكية اللي تكون تبع التليفون تبع الموبايل، أوكي. بس هذا شيء، في هذا شخص أول ما بتشوفونه بتلاحظون إنه في شيء معلق على رقبته أو في إذنه. هذا طوله يميل إلى أن يكون أعلى من متوسط الطول، طوله من 170 سنتي إلى 189 سنتي، تحت 190، أوكي. بشرته حنطية، عنده لحية ملتحية يعني، ولكن لحيته خفيفة ومهندمة يعني مرتبة، لحيته أنيقة. لابس شيء من الفضة، إما في خاتمة لابس شيء من الفضة إما في إصبعه، بيكون خاتم مثلا عقيق أو خاتم ما أدري، أوكي خاتم ستايل، أو في يده. لو كان لابس ساعة بتشوفونها إنها ساعة فضة، بس في شيء من الفضة هو لابسنه أيضا في يده. هذا الشخص وسيم، ولكن هو مو من الأشخاص اللي أكبر همهم شكلهم أو أكبر همهم قلت لكم طبيعته ليس أنه هو شخص معسول اللسان، ليس أنه هو شخص لعاب، ليس أنه هو شخص متعود على أن ينجذب إلى الجنس الآخر وسهل عنده أن يتعامل مع الجنس الآخر، أوكي. فهذه طبيعة نوعا ما، هذا إنسان ليس كثير الخبرة في العلاقات، وهو أساسا لا يبحث عن العلاقات، يعني راح يلتقي فيكم، يصير الالتقاء صدفة، ولكن هو احتمال كبير يكون وضع في باله أن لما يأتي الوقت ويتزوج راح يكون زواج تقليدي، لأن الإنسان ماله في اللف والدوران والعلاقات عرفتوا، هذا الطاقة كلش ضعيفة عنده، كلش لم يسبق له أن دخل فيها وبعمق. فهذا راح يكون سهل أنتوا عندكم برج الثور أن تلفتون انتباهه، تصلون إلى قلبه، تصلون إلى عقل هذا الشخص، أوكي. هذا الشخص في شيء في حواجبه أو عيونه تخليه مميزة، طريقة رسمة عينه، طريقة الحاجب مع العين، الحاجب مثلا راح يكون غليظ أو مرتفع شوية، ففي شيء في رسمة عينه أيضا راح تلاحظها فيه. هذه أكثر المميزات اللي أتتني في شكله، باقي الأمور عنده جدا يعني ما في شيء يذكر في شكله. خلينا نشوف أطباعه. على عكس ما يقول الكرت أو ما نتوقع راح يقول الكرت، بس أيضا أنتوا تعرفون إذا أنا أسحب كروت التارو، أنا ما أسحب الكروت بالعكس، أنا أسحبه دائما تكون إلى الأمام، ولكن أنا عملي يقضي بأن أعرف متى طاقة الكارت نفسها تكون معسولة، سوري مو معسولة، معكوسة، يعني لازم أحس إن الكارت لما يكون كذي، حتى لو هو كان كذي، لأن أنا أساسا ما أحب أسحب الكارتات وتكون معكوسة، بس أعرف طاقتهم. وهذا شخص مثل ما قلت لكم من أطباعه أنه هو لا يعرف، ليس معسول اللسان، لا يعرف أن شنو تقولون الكلمة، يغازل أو يتقرب أو يجامل أو يعطي اهتمام للجنس الآخر. يعني هذا شخص احتمال كبير أنت يا برج الثور راح تكون شجاع بأن توضح له طاقتك مشاعرك في البداية، لأنه هو من نفسه صعب أن يأخذ مبادرة. انزين خلنا نشوف أطباعه بعيد عنكم وبعيد عن العلاقات. هذا شخص جدا دقيق، دقيق جدا وشديد الملاحظة، يهتم انه هو يكون الافضل في عمله. يعني لو كان مثلا طبيب راح يكون جدا حريص، لو كان صيدلاني راح يكون جدا حريص، لو كان مراقب امتحانات مثل ما قلت لكم شيء في قاعة الامتحانات راح يكون جدا غير متساهل. انزين يهتم بالتفاصيل كثيرا، هذا الشخص يحب بعقله قبل أن يحبك بقلبه، لأن قلت لكم عنده طاقة هوائية قوية. هذا الشخص يحبك مع العشرة، وفي العشرة كل ما شاف منك أطباع جميلة، اهتمامات مشتركة،
كل ما زاد حبه وتعلقه. هذا الشخص مو من الأشخاص اللي بعد شهر أو شهرين من الكلام أو اللقاء يقول لك والله أحبك وبعدين تشوف من بعد أسبوع أو أسبوعين يتغير في المعاملة. الكثير من الأشخاص يستعملون كلمة أحبك عشان يعلقون فيها الناس، ولكن بعدين ما تشوف منهم إثبات على هذا الحب. هذا الشخص لا، هذا الشخص ما يستهين بهذه الكلمة، جاد أوكي، وعشان يحبك بقلب الموضوع لازم أول يعد على عقله، لازم يحس إنه في تفاهم، في انسجام، في عندكم أهداف مشتركة، رغبات مشتركة اثنينكم. إذا هو مثلا نفرض إنه هو من الأشخاص اللي يقول لك أنا رغبتي بأن أسكن مع أهلي، أنا رغبتي أن أكون قريب من أمي، ما أطلع من البيت في بداية على الأقل الزواج، أو العكس، أو قال لك بالعكس أنا رغبتي أنه مستحيل أسكن مع أهلي لما أتزوج، ضروري عندي أني أستقل. حبه يزيد لما يشوف أن توجهكم مشترك، توجهكم واحد أوكي. هذا هو الثمن اللي أنت راح تقدمه من أجل أن تحصل على قلبه، لأن قلت لك الموضوع قلبه عقله ثم قلبه. إنزين، هذا الشخص أيضا لا يعرف يعبر عن مشاعره بالكلام، يعبر عن مشاعره بالتلميحات، بالإشارات، بالأفعال. إنزين، في عمله جدا جاد ومثابر وطموح، وينتظره مستقبل كبير، في مستقبله تنتظره الكثير من الخيارات. يعني هذا الشخص إذا ارتبط فيه راح تقدرون بعد كم سنة من الزواج إنه تختارون المدينة اللي تعيشون فيها، تختارون الدولة اللي تعيشون فيها، أي دولة راح تكون تستقبلكم بسبب طبيعة عمله، طبيعة خبرته أوكي، راح يكون في طلب على مجال العمل اللي هو فيه، فأي دولة راح تستقبله حتى الدول الأوروبية. إنزين، يحب أهله جدا، يحترم أهله ويحبهم، هو مقرب أكثر من أمه، ولكن يحترم أكثر أبوه. عرفت قصدي؟ عنده علاقة نوعا ما موزونة مع أهله، القلب جانب الأم والأخو والخوات الإناث، والاحترام والعقل في جانب الأب والإخوان الذكور. إنزين، هذا شخص يحب التدبير في الصرف، ليس بخيل وليس كريم، ليس مسرف، ولكن في نفس الوقت لا يحب اللعب بالأموال. قلت لك أنه هو يجتهد من أجل أمواله، فيحب الاعتدال في الصرف، يحب ان الصرف يكون موزون ويكون من اجل الاسباب الصحيحه، ما عنده مانع انه يصرف اذا يحس ان هناك داعي، هناك سبب وسبب قوي. انزين، قوي الملاحظه، يعني برج الثور راح يلاحظك سريعا. هذا الشخص صعب جدا ان تخدعه، لانه ما بين طاقه الهواء وما بين طاقه الماء راح يقدر يحس فيك ويستشعرك على كل المستويات، على مستوى قلبك وعقلك. إذا أنت ما كنت صريح معاه في البداية بشأن رغباتك في الحياة، بشأن أطباعك، بشأن عيوبك، هذا الشخص راح يحس فيك أوكي. صعب جدا أن تكذب على نوع هذا، مو تكذب أو حتى تمثل أو تدعي على هذا الشخص، وإن ما كان شوفه يتناقض مع جانب أنه هو ليس لديه الكثير من الخبرة، هذا الشخص راح يحس فيك ويلتقطك بسرعة، يلتقط هل فعلا أنت ترغب بنفس الأشياء اللي هو يرغب فيها، وهو هذا أهم شيء عنده من أجل اختيار شريك الحياة، أو أنت ترغب فيها لمجرد أن ترضيه. مو شرط رح يفرق معه، ولكن ضروري هو ضروري بالنسبة لأنه يعرف. إنزين، ولكن ما أن يثق فيك، ما أن يعاشرك ويشوف بينكم انسجام، رح تشوف هذا الشخص أن أنت تصير بالنسبة للأولوية رقم واحد في الحياة أوكي. خلنا نشوف هني ماذا سيقدم لك قبل الزواج. رح يكون عنده اهتمام خاص أن يتعرف على رغباتك واهتماماتك قبل الزواج، يعني رح يسألك احتمال ماذا تحب، أنه ما رح يشتري لك أشياء عشوائية أنت ما رح تستخدمها. نرجع لطاقة، هو إنسان يحب أنه يحط أمواله في شيء رح يستفيد منه، فرح يسألك، هذا شخص رح يسألك ويلاحظ أنت برج الثور ماذا تحب. هل أنت تحب مثلا الأفلام؟ هل أنت تحب أهم شيء عندك الموبايل؟ هل أنت تحب الإنترنت السريع؟ هل أنت تحب الذهب؟ ماذا تحب وشلون هو يقدر يأتي لك بهذه الرغبة أوكي، أو يذكرك في الأشياء اللي تحبها.
بعد ما يكتشف هذا الشخص ماذا تحب، راح ياخذ مساعدة أحد من أهله، من الإناث، أمه أو خواته، عشان يشتري لك احتمال كبير شيء من الذهب أو شيء أنت من المجوهرات أو شيء أنت تحبه، بس يطغى عليه ذوق الإناث. ممكن يكون شنطة، ممكن يكون كعب، ما أدري بالضبط، ولكن هو راح يكتشف أنت ماذا تحب ويأتي لك بهذا الشيء، أوكي، ويفاجئك. وهذا أيضا شخص سيقدم لك قبل الزواج أنه يكون عندكم سكن خاص، حتى لو كان مع أهله راح يكون خاص مستقل، يرتب السكن، يرتب المدخل إلى شقتكم مثلا مع أهله بطريقة أن أنتم تحصلون على الخصوصية. هذا ضروري جدا بالنسبة له أنه يكون معتمد على نفسه، وأنه يكون زواجكم بكرة مع بعض فيه استقلالية. فقبل الزواج راح يرتب لك سكن مستقل خاص فيك، أوكي. هذا هو أغلب ما سيقدمه لك قبل الزواج. وأيضا هني راح تكون أغلب مساعداته أو وقفته معاك تخص أشياء متعلقة بالتكنولوجيا، تخص أشياء متعلقة بالتكنولوجيا أو بالموبايل أو بالإنترنت أو بالدفع أونلاين، بشراء البضائع أونلاين. هذه الأشياء راح جدا يكون أيضا مفيد لك فيها ويشجعك عليها أو يقضيها لك. خلينا نشوف أسرته. قلت لكم هذا الشخص علاقته جدا قريبة مع أمه ومع خواته الإناث، مع إخوان الذكور علاقته نوعا ما رسمية، علاقته فيها احترام، ومع والده أيضا علاقته فيها حب واحترام، ولكن فهمتوا قصدي؟ عنده فصل. إذا عنده سر مثلا أو خبر جديد، ما يروح يقول لأبوه أو لإخوانه، يروح يقول حق أمه أو خواته، لأنه يحصل منهم على ردة الفعل اللي يحبها في أشياء. هذا الشخص عنده أشياء معينة يحبها في كل شخص، فهو يعرف أنه لما يكون عنده خبر جديد أو خبر مفرح يذهب للشخص اللي يعرف أنه راح يشجعه، راح يصفق له، راح يجلب له طاقة إيجابية. فعشان تذي هو تشوفونه أقرب بطبيعة الحال مع أهله، يأتي من أسرة عادية، أسرة تقليدية، لا متدينة ولا متحررة، معتدلة في كل النواحي، أوكي؟ هذه هي الأسرة اللي يأتي منها. خلنا نشوف وين راح تعيشوا مع بعض. قلت لكم في البداية راح يفضل إنه في البداية، ويكون ضروري بالنسبة لأنه يرتب لكم سكن مستقل بحيث أن أنتوا تحصلون على حرية في هذا الزواج. وعنده أصلا حتى قبل ما ترتبطوا فيه راح يكون عنده خطة مع الوقت لتوفير بيت ملك خاص فيكم، أوكي. وهذا شخص عنده حب للاستقلال بسرعة، احتمال كبير حتى لو طلبت منه أن تسكنون بعيد عن أهله أو بعيد عن أهلك راح يكون جدا متجاوب معك. إنزين، ماذا سيحب فيك؟ بشكل عام قلت لكم هذا طاقته. هذا الشخص يحب الانسجام، يحب الشخص اللي يحس انه يفهمه او يتفق مع طباعه. يعني لما اثنينكم تصرفون بنفس الطريقة، اثنينكم تعتبرون مثلا هذه البضاعة غالية او هذا المنتج غالي، وهذا الشيء، وفي اشياء معينة تحبون تصرفون عليه وفي اشياء لا، طريقة التفاهم بينكم، الانسجام، التشابه بينكم جدا راح يكون من أهم الأشياء اللي يحبها فيك برج الثور. فخذ وقتك مع هذا الشخص، خذ وقتك عشان تتعرف على أطباعه وعلى مبادئه هو الخاصة، أوكي. لأن التشابه بينكم، التوافق بينكم راح يكون رقم واحد بالنسبة له، رقم واحد من أجل التمسك فيك، زين. وهذا ايضا شخص يحب انه مع الوقت ومع الزواج ومع الابناء ومع الانجاب ان انت تظل تحافظ على رشاقتك وعلى شكلك
وعلى رومانسيتك في الزواج. أوكي، أيضا ضروري بالنسبة له، لأن قلت لك في أشخاص لما سهل بالنسبة لهم إنه ما يكونون صريحين بهاي الطريقة في طاقة هذا الشخص، لأن يفكرون إذا ما ارتحت مثلا مع شريكي أو مع زوجتي راح أدور عن الحب أو الرومانسية أو التفاهم خارج الزواج، يروحون يسوون علاقات. هذا شخص ليس صاحب علاقات، فضروري عنده أن الشريك في حياته يكون 100% معاه، شكلا قالبا رومانسية تفاهم محافظة على الشكل، أوكي، طموح على كل المستويات. أحب أن أنت تكونون صح مع بعض. إنزين، أحب أن أنت تشاركه بعض اهتماماته، بعض الهوايات، هذا ما سيحبه فيك. زين، وأحب أن أنت دائما تكون عندك حسن تدبير خاص فيك. برج الثور، أنت من الأبراج اللي طاقتك ترابية، لما أنت أصير عندك حس ترتيب وتنظيم خاص فيك، هذا من الأشياء اللي راح يحبها فيك. زين، ولا تقول لي في بداية العلاقة ما راح يلاحظ، هذا شخص سريع الملاحظة. خلنا نشوف هني، هل راح يكون من مدينتك أو مدينة أخرى، من دولتك أو من دولة أخرى. هذا الكرت اللي انقلب، نايت اوف اير، هذا الشخص من مجتمعك، اوكي، ممكن يكون من مدينة أخرى أو من قرية أخرى، ولكن من مجتمعك، من ثوبك، من مذهبك، من دينك، تقريبا تأتون من نفس الخلفية الاجتماعية، نفس الخلفية الثقافية، اوكي، ولكن هو احتمال مختلف عنك بشيء واحد، لأن هذه طاقة الهواء تقول احتمال انه هو ابتعد، يمكن ابتعد للسفر، درس برا، ممكن انه ذهب وعاش فترة في دولة اخرى، لأن عنده شوي طاقة متجددة، ولكن اصله واصل اسرته من نفس منطقتكم. أعزائي برج الثور، هذه كانت قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك. نحاول كل بين كم شهر نسويها، لأن حتى الشخص اللي يكون قادم في طريقنا يتغير كل بين فترة وفترة. هذه مو الطاقة اللي بتكون حصر على شخص معين، هذه الطاقة ما تنطبق طبعا على الكل، مو كل برج الثور راح يأتيهم شخص واحد، ولكن احنا قاعدين نشوف أغلب الطاقة وأغلب الأمور المشتركة اللي على الأقل راح تنطبق على الكثير إذا مو الكل. برج الثور، أعزائي، هذه كانت قراءتكم.